الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الأخ العزيز الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية الأستاذ خالد أبو هلال، والإخوة في قيادة حركة الأحرار، الإخوة المناضلون والمجاهدون جميعاً، الإخوة في وسائل الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ونحن اليوم نجهر بقولنا أمام هذا الظلم الذي لم يكن من البعيد فحسب، فالعدو هو يتحمل مسؤولية كل معاناة شعبنا الفلسطيني، لأنه متسبب بالاحتلال واغتصاب الأرض وسفك دماء أبناء شعبنا، وكل معاناة شعبنا بالتشريد في أصقاع الأرض يتحمل هذا العدو. ومن الطبيعي لأي شعب أن يثأر من هذا، من عدوه ومن المحتل لأرضه، ومن الطبيعي أن يدوم الصراع إلى أن تحرر الأوطان، ولأن يرفع الدنس والرجس من الأرض المقدسة. لكننا نقف اليوم في معادلة ربما تختلف عن معادلات التاريخ، نقف أمام من يدعون القربة، وأمام من يتمسحون بالوطنية وبالفلسطينية زوراً وبهتاناً، أمام أولئكم الذين ينصبون أنفسهم رغماً عن الشعب قادة، وقد اغتصبوا كراسي السلطة بعد أن انتهت ولاياتهم. إذن نحن أمام مفارقة تاريخية يقف فيها من يدعي القيادة ومن يدعي الوطنية بجانب عدوه في ولاء مطلق ضد شعبه وضد الأحرار وضد من شكلوا منطلق التحرير لكامل أرضنا وترابنا من دنس المغتصبين. نقف أمام هذا الرجل الطاعن في السن، وربما أن الكبر عبر، لكن الكبر لهذا الرجل الذي جاوز 80 من عمره لم يعتبر، وأبى إلا أن يردل، إلا أن يتحقق فيه قول ربنا سبحانه وتعالى: ويردون إلى أرذل العمر. أولئكم الذين رفعوا لواء الخيانة والغدر إن تخفوا وراء تبريرات واهية، وإن تخفوا وراء شعارات وطنية، وإن تخفوا وراء مصلحة شعبية، وإن تخفوا وراء ردات فعل ضد غزة، فإن خفاءهم في الدنيا أمام بعض الناس لا يمكن إلا أن يكون جهرا ومعلنا يوم القيامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. فعباس إن تخفى أمام الشعارات، شعارات المصلحة والوطنية، أمام بعض من يدعون المصلحة ومن يرتبطون بالمال، فإن لواء الغدر في انتظاره يوم القيامة. إذن نحن أمام مفارقة تاريخية، وأمام ثأر شعبي من أولئكم الذين نصبوا أنفسهم زوراً وبهتاناً على رقاب شعبنا. لنقول وبكل وضوح: أولئكم الذين يسرقون قوت الشعب ويتحالفون مع العدو في محاصرة غزة، أولئكم الذين يأبون إلا أن يفرضوا مزيد من الضرائب والمعاناة على شعبنا الفلسطيني، ويفرضون الظلام على شعبنا بقطع الكهرباء بوسائل عديدة، نقول لأولئكم الظلمة: إن الظلام الذي تفرضوه على غزة إنما تفرضون على أنفسكم ظلاماً يوم القيامة، يوم أن تكونوا في قعر جهنم إن لم تتوبوا إلى ربكم، وعندها تستصرخون المؤمنين والثابتين والمجاهدين الصابرين: انظرونا نقتبس من نوركم
كما وصف الله عز وجل حال المنافقين والمنافقات يوم القيامة وهم يعيشون ظلمة جهنم ويسعون إلى اقتباس شيء من نور المؤمنين. إذن ظلامنا اليوم بفعل إرادتكم وتحالفكم مع الأعداء إنما هو نور بالثبات والصبر والاحتساب والمضي على طريق الجهاد والمقامة بتحرير أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من دنس الأعداء. ونقول للعدو وبكل وضوح إن ألاعيبك مكشوفة لدى المقاومة الفلسطينية، محاولة إعادة استنساخ الحصار بأدوات جديدة وبوجوه فلسطينية وتغليف هذا الحصار بوجوه عباسية جديدة لا تعفي هذا العدو من مسؤولية معاناة شعبنا الفلسطيني. وشعبنا ومن خلال مقاومته قادر على أن يدير هذه المعركة مع نتنياهو ومع عباس بكل حكمة واقتدار وأن يخرج منها منتصرا بإذن الله عز وجل. فمن خرج منتصرا في معركة العصف المأكول الأطول في تاريخ الصراع العربي الصهيوني لقادر أن يخرج منتصر مع عبيد العدو في هذه المعركة التي يعيدون استنساخ الحصار من جديد على شعبنا الفلسطيني. نحن هنا على أرض غزة جزء من أرض فلسطين، منطلق التحرير بإذن الله. حررت خمس الأسرى وهي في طريقها لصناعة صفقة أعظم، رغم أنف العدو بما تملك من أوراق قوة استطاعت أن تحرر غزة وأن تطرد آخر صهيوني من أرضها بدماء الشهداء وبقتال المجاهدين، وهي على طريق تحرير كامل الأرض والتراب من دنس المغتصبين. ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. بارك الله فيكم وجزاكم ربنا خيرا، ونشكر الإخوة في حركة الأحرار الفلسطينية على تنظيمهم لهذه الوقفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.